الذي يرد أسفل الشاشة الآن وفاة الفنان الكوميدي محمد جديد المعروف بالهواري بودو. إذن الراحل كان يعاني من متاعب صحية وأجرى عملية جراحية بفرنسا قبل أشهر. إذن الراحل عرف بمشاركته في السلسلة الفكاهية ثلاثية الأمجاد. إن لله وإنا إليه راجعون، تعازينا لكل العائلة الفنية ولعائلة المرحوم. في دعايات انا اللي غطتني، نهار يديروا فيا دعايات وقالوا مات تصوره بعد، يعني بعد الناس يعني ما مشي ما يدوش الخبر اليقين من دي سورس، غير يسمع يقول مريح في قهوه قال فلان مات، يبدا يطلق فيها فلان مات. انا نقول عيب عليكم وحرام عليكم، مش نتكلم على نفسي، ما على ناس خد اخرين، كان اللي عنده اهله، كان اللي عنده اهل ابعاد، يعني اللي يتهولوا اك تهول الاهل تهولوا الاولاد تهولوا الفاميليا، هذا حرام، يعني ما في الدين الاسلام حرام. الحمد لله. شوف الآن بدون أي نهرب من الواقع بترخيص من الأخ محمد جديد، محمد جديد هو يعالج عندنا في المصلحة منذ حوالي 3 أشهر. الحمد لله الحالة الأولى اللي استلمناه فيها كان في مرض تعبه كثير وكان تعبان كثير، ولكن الحمد لله راني مريض حقيقة. الإنسان ما يخربش، وهذا قادر الله. فنان يعني يشوف يمد 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 ومع الاخير اش نقول لك؟ الحمد لله. شوف سي بغداد ما كذبش على خويا، يعني المره الاولى اللي شتيت انا فرنسا كنت طرو ستريسي، بالك ما كنتش نضحك، كنت مدمر. يعني الاستاذ سي سعاده يعني تنجم كان او ميم طون بسيكولوج ليا، يعني في الجزائر يعني من الماتريكيل من ا حتى ال 48 كاع حدو كاع لي يعني كاع الولايات الجزائر. نقول لكم راني مسلم عليكم والله يعطيكم الصحه وراني ندعي لكم. قد يقول لك دعوه المريض مستجابه، راني ندعي لكم كاع كما راكم. ان شاء الله اللي مريض ربي يشافيه، وان شاء الله اللي عنده حاجه ربي يقضيها له. ونشكركم يعني الشكر، والاذاعه الباهيه دائما في الموعد، نشكركم. هواري الامجاد يتحدث لاول مره عن مرضه. أنا مصاب بالسرطان. قناة الباهية تتنقل إلى باريس وتصنع التميز كالعادة، ولكم الحوار كاملا مع الفكاهي هواري. يأتيكم سهرة السبت على الساعة 9 ويعاد الأحد على الساعة 6. كونوا في الموعد. في قلب واسع وابتسامته المعهودة استقبلنا الفنان محمد جديد المدعو هواري أمجاد أو بوضو في مكتبه، وحدثنا عن رحلته للعلاج خارج أرض الوطن. يعني أنا رحلتي تاع العلاج بدأت من شهر أوت، يعني شهر أوت كي ديكوفرتها راني مريض، يعني مشيت تما درت الفحوصات الأولية كل شيء، خدمتها تما في فرنسا. ويعني اللي قاموا بيا من سيرشمان في فرنسا كانوا أطباء جزائريين، أذكر منهم يعني البروفيسور اللي تبع فيا سعادة اللي هو أصلها من وهران، يعني قاموا بيا داروا لي زاناليز، بعد عطوني دي بوا سيو فيا دو ان بروتوكول امريكان، هو التالي لما يخدموا تما اي نورمالمون كملت لي سيونس تاعي في 6. عندي ان شاء الله باذن الله لو يعني 3 هذه يعني لو 5 لو 5 ان شاء الله عندي لي ار ام، لو 6 عندي ان سكانر باش الشيريجين يشوف لي طان تاعي باش يديسيدي بور لانترفونسيون، خاطر انا لي انترفونسيون نورمالمون او نيفو تاع ليستوما. من جهته الفنان عبد القادر رفيق دربه صرح لنا انه هو الاخر تاثر كثيرا بمرض صديقه. انا تاني كنت في البدايه وكلش في بدايه التشخيص وكلشي باش الانسان يقتنع بالمرض تاعه وكلشي شويه تجي صعيبه، بصح الحمد لله يعني كانت فتره وفاتت والحمد لله. يعني راك تشوف كيما نقولوا هو داك يعني المورا راه بيان والحمد لله وكاع. وخويا واش نقول لك، نحن ندعو الله ربي يشافيه ويعافيه. أمل الشفاء والعودة لسابق عهده جعلته يقدم هدية لجمهوره. هذه هو بودورة معكم إن شاء الله، الرياح وفيها بودو 5 إن شاء الله، والجلال يخون الدجاج والضاوية هذه ليكيديا إن شاء الله، وندبر ضاوية واحدة صغيرة أخويا واحد يعورها شوية. نعم نقول لهم بلي غادي الرياح إن شاء الله وندير بودو 5 إن شاء الله كيما رومبو. ان شاء الله قلوبنا كلها معك هواري، ودعوتنا لك بان تعود سالما غانما الى ارض الشهداء ارض الجزائر. امين. وقال امتي ما على الدار يعني من الاسئله تاع برا تاع الفوق، نقول لكم ربي يحفظكم ونشكركم على هذه الالتفاته اللي درتوها. الله يسلمك. صافي في الجزائر وراني فرحان والله العظيم. الله يسلمك. يعني
يعني حاسب هيك لي ذكرية 50% والله العظيم. الله يسلمك. والله جمهورك بانتظارك، واليوم الكثير من الناس تطلقوا عليك هواري، لذلك فضلنا الاتصال بك حتى تطمئنهم شخصيا. الصورة القادمة انشرها هذاك بربي يديه ربي يديه. معلش هواري، ان شاء الله الشفاء باذن الله. شكرا جزيلا على رحابه صدرك، وان شاء الله ستنتصر على المرض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ربي يحفظكم وربي يعطيكم الخير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لك.